معنا مشاهدينا الكرام من مدينة بيرن السويسرية فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني. مرحبا بك سيد فرانكو. إذا ما الأسباب التي أدت إلى وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في لبنان؟ أولا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بداية يجب التحدث أولا عن أن لبنان يرزخ تحت عبء ثقيل وهو حوالي 100 مليار دولار ديون عجز في الخزينة اللبنانية. الدولة اللبنانية والمالية محبطة، هذا عدا عن أن لبنان يقع الآن يعاني تحت حصار شبه رسمي دولي بحجة أنهم يحاربون ويحاصرون حزب الله، ولكن لبنان للأسف هو من يدفع الثمن. نعم هناك أزمة حقيقية تتهدد الكيان اللبناني، والسبب مثل ما تفضلتم السبب واضح، وهو أن حزب الله الذي أصبح سلاحه إقليمي يشارك ويحارب ويخرج عن السيطرة شيئا فشيئا. هذا الكلام وهذا هذه الأفعال أدت إلى ردود أفعال كبيرة من المجموعة الدولية على رأسها أمريكا. أمريكا وضعت اسم الحزب على لائحة الإرهاب وهي مكملة في هذا الإطار، حيث أنها تشدد العقوبات على حزب الله. حزب الله يعني هناك مراقبين كثر يقولون أن الأزمة الحقيقية هي من وراء حزب الله وسلاحه والتهريب وعدم دفع الضرائب والمال على الأشياء التي يدخلها إلى لبنان، الضرائب والرسوم التي تدخل بحجة المقاومة إليه. فهو يقوم بنشاطات كبيرة في لبنان متذرعاً ببضاعة تصل إليه على أنها لمواجهة إسرائيل، ولكنه بهذه البضاعة يعني يحارب بقية اللبنانيين. طيب. بالأسعار التي لا يدفع يعني ضرائب عليها ولا جمارك، وبالتالي طيب سيد فرانكو عفوا، يعني هذا التدهور الاقتصادي كما تتفضل، كيف ساهم نظام المحاصصة الطائفي فيه واستشراء الفساد في أركان الدولة ومؤسساتها بلبنان؟ نعم نعم نعم، نحن نعلم أن رئيس الجمهورية الحالي أتى نتيجة تسوية قام بها الرئيس سعد الحريري رئيس تيار المستقبل مع حزب الله والتيار الإصلاح والتغيير الذي يرأسه الآن جبران باسيل وزير الخارجية الحليف الأساسي والرسمي لحزب الله. هذه التسوية أدت إلى تقاسم للكعكة اللبنانية الاقتصادية السياسية الأمنية المحاصصة في كل الأشياء، في الوظائف في الأمور الرسمية في كل شيء. هذه المحاصصة حتى أنها في القضاء أيضا محاصص، السياسيين هم من يعين القضاة وهم من يشرفون على تعيين المدعي العام وإلى آخره. هذا الكم الكبير من التدخل من تدخل السياسيين في الأمور التي يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة كأمور القضاء والمال والاقتصاد وغيرها، أدت إلى تفريغ لبنان من أي محاسبة ومن أي قانون يجرم أو يجرم الثراء الغير شرعي. ومن هنا أصبح لبنان الآن على حافة هاوية، لأنه ليس للأسف سيد الكريم ليس هناك من يحاسب. طيب. حزب الله يتحكم بالمشهد السياسي والأمني في لبنان، ولكن لماذا لم تسلك الحكومة والأطراف السياسية في لبنان طريقا آخر للضغط على حزب الله لعدم جر لبنان إلى ما يحصل الآن؟ يعني يجب أن نقر بأن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري حاول الأفريقاء الآخرين المناهضون لحزب الله الدخول في طاولة مفاوضات، طاولة حوار وطني، لكي يصلوا إلى نتيجة يحددون فيها وجهة السلاح وطريقة استخدامه وأيضا إعلان الحرب والسلام، ولكن كل محاولاتهم بقت بالفشل. يعني التاريخ أثبت أن لبنان الآن محكوم للأسف من حزب الله، لأنه هو الذي يحمل السلاح وهو القوي على الساحة اللبنانية. طبعا سلاحه استراتيجي، سلاحه إقليمي، يأتي من إيران، وحزب الله كما نعلم هو
حزب ديني يأتمر. طيب سيد فرانكو عذرا مقاطعة في أقل من دقيقة، بالرجوع إلى التظاهرات، هل يمكن أن نقول أنها بداية ثورة في لبنان ضد نظام المحاصصة الطائفية الحاصل، أم يعني ماذا؟ طبعا طبعا، لقد طفح الكيل، لقد أراد اللبنانيون اليوم ومن كل طوائفهم أن ينزل إلى الأرض، أن ينزل إلى الشوارع ليقولوا كلمتهم بأنه ليس هناك بعد اليوم من أي شيء يردعهم، إن كان بالطائفية. هل تعلم سيد الكريم أن رؤساء الطوائف في لبنان، وهم يعني مثل حزب الله والآخرين، يلعبون دائما على الوتر الطائفي. ومن هنا اللبنانيون بدأوا شيئا فشيئا استشعروا هذا الآن بأنهم أصبحوا كالغنم يسيرون وراء زعمائهم، وهم والسياسيين الزعماء يقدسون الأموال وينعمون بالحياة والرغد، واللبنانيون يعانون. أصبح اليوم الوضع مختلف، الشعب اللبناني قال كلمته اليوم، إنها بداية، إنه أول غيث. اللبنانيون سينزلون إلى الشارع، وهذه هي البداية فقط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من مدينة بيرن السويسرية، فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني.